وأعلن محافظ صلاح الدين أن عام 2021 سيشهد تصحيحا إداريا وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة على خدمة المواطنين. وقال خلال اجتماع موسع مع مدراء الوحدات الإدارية والبلديات والمؤسسات الخدمية: لدينا ملاحظات على عدد من المدراء، لذلك سنباشر حملة تقويم الأداء وتغيير الوجوه، حيث سيكون العام الجديد متميزا بالأداء والارتقاء بواقع الخدمات. هذا الروحية مال العمل الفردي، القرارات الفردية، أعتقد ما تمشي. أكو سياقات، أكو دولة مؤسسات، وأكو عمل استراتيجي. إحنا صلاح الدين كلها تنظر إلى عمل جيد، يعني تنظر إلى مستقبل أفضل، تنظر إلى خدمات. التجاوز على الصلاحيات والقانون بكل تفاصيلها أنا ما أسمح بها. ما أسمح بأن الواحد قاعد يعبر أيام ويحسب أنه هو قاعد بالمنصب. فإحنا انطينا الفرصة الكافية للمدراء ورؤساء الوحدات الإدارية أن يعملون، وعليه خلص، ماكو فرصة أخرى. إحنا راح نأخذ الإجراءات بكل من لم يحسن أدائه ضمن هذه الفترة.